الصيد اليوم قليل هاليوم بسبب ان الحار هاليوم وايد حار، الجو حار، فمن كذي ما يصيدون يعني. عندك طرالة أول يصيد ثلاجتين ثلاث، الحين كلش على خفيف، ثلاجة ثلاجة ونص كذي. هاي عندك الأسعار اليوم مو ثابتة، صافي على 7 دينار والهامبور على 7 دينار من غلة الصيد الموجود يعني. هاي صافي، السماس كله خفيف، ما في كله سماس اللي بعرين هين شوي شوي. في اليوم هذا شهر ما في كل سماس، ليش مو حار؟ صافي قليل كذي ارتفاع فوق صار 7 ساعات يصير 6 ساعات ينزل الخامسة ويرتفع فوق ده ما مش يرتفع فوق أغلبية كلها مستورد اللي يبونه ما مش هم أزين أزين يبون صافي يبون شان الحي ويبون هامور حي ما مش حي. شعري قليل يعني ما في إلا باخشين اللي خط حمر هذي ذي الوقت السمكة تتيود روحها تقل فيبون مستورد والمستورد لا الاسيويين ترى ياخذونه وايد يستعملونه ما يعرفون حتى حق السمك مالنا احنا فكل موسم يصير شيء بس السنه ذي السنه صار صافي وايد وايد غالي وايد غالي وصار من 5-6-7 دينار اليوم والله بني وينك سوق الحد محتاج لتطوير الزين فيه انه زي ما تعرف كل السمك اللي يجي دائما فريش وهذا شيء احنا نجي من السعوديه الى هنا يعني زي ما تقول نؤمن بمصداقيته.